عنصرية. 2008 لما لويس مورينيو كان بتلقى قرار محكمة الجنايات الدولية، أبناء دارفور يوم الأبناء دارفور تلو ضد أي تلو معيدين لقرار المحكمة إنه بيجير يقبضوه مع ناسه ديلك تلو ضد الكلام ده، قالوا يا أخي يعني إحنا نرفض إنه بيجير يترف أي يسلموه للمحكمة الجنايات الدولية. ديل أبناء شمال النيل تلو في اللاهاي في هولندا، وكلام ده معروف لكل الناس وكلكم تعرفوا أبناء شمال النيل عنصريين. انصريين وانصريتكم زهرة هنا وانصريتكم زهرة هنا. هسي شنو ناسينا ناس الخرطوم ديل خرطوم ده وناس غريب في خرطوم كم خرطوم ده ما جلابة ديل ما خرطوم ده وهكرين خرطوم ده الأمارات السمحة في في الخرطوم ما كله. أنا بتكلم عن مدينة الخرطوم مش العاصمة، مدينة الخرطوم ما كلها جلابة. قال ليه 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 رفضتوا أبناء دارفور ناس الحركات ديل ليه 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 رفضتوا أنه يقودوا في حديقة الدولية؟ ما دي انصرية منكم، ما دي انصرية منكم، ما دارينها بس إيه ما دارينهم بس. هاي ما نفس المهج الجيش جنرالات الجيش زي ما قاعدين هنا في الكافور في هتاد الأحياء سماها ما كل جنرالات الجيش هالبيوت كلها مكرتنة بالدوشكات والكلام ده مهروسة بالدوشكات هالفرقة وشنو ده ما كلهم ساكنين في الأحياء الراقية. ليه ما طلبتوا ذلك ينقلون من هتاد؟ ليه ما طلبتوا أنه ياخذ دوشكات ما تيجي شنو لافة في جوال هيلة؟ ليه ما طلبتوا؟ ما تطلبوا لأنكم عنصريين. وبعد اليوم ما نحن نضع حدود للعنصرية، لا عنصرية بعد اليوم، بعد اليوم ما في أي عنصرية، لازم نضع حدود للعنصرية. وحاجة دي حاجة دي تعرفوها كلكم، حاجة دي معروفة انه يا اخي ما في واحد بعد اليوم يجي يلعب فينا، ما في واحد بعد اليوم يا اخي يجي يقول لنا يا اخي ان احنا يا اخي انتوا يا كامل يا اخي انتوا ما عارف لك ناس الغرب ديل شنو شنو. ما عندك دليل واحد انه ناس الغرب ديل، ما عندك دليل واحد انه ناس الغرب ديل ناس كعبين، ما عندك اي دليل. وانا بجيب لك 100 دليل انه ناس الغرب ديل ناس كانوا كويسين. وعندي نقاط تانية، انا عندي نقاط تانية نتكلم فيها في تيل الفترة الفاتت، في تيل الفترة الفاتت، في تيل الفترة الفاتت لما الأطفال بيموتوا بالطورة الشنية بيد أطفال أمناء شمال النيل في دارفور ما سمينا ولا صوت واحد. لكن مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد كان لما يحصل أي لما يحصل شيء صغير ولا لما تحصل مشكلة صغيرة في غزة تلقى ناس دي تمشي تودي الدم وما أعرف لك تودي شنو ما أعرف لك الذهب والكلام الفاضي ده. حتى قالوا لكم يا اخي احنا ما دايرين دم الناس السود والكلام اهانونا ذاك. والله انا نوت براود، انا في قدام بعض الناس انا نوت براود انا اقول انا سوداني لانه بيخجل نوعا ما في خجل يعني بالذات قدام العرب دل والله العظيم. لانه انسان السوداني ده رخيص جدا عندهم يعني ناسي، لانه انسان السوداني ده دائما انسان انه نفس دائما يكابس انه داري يتم قروبته ده بالذات. ومعروفين الناس الفئه معينه من الناس في السودان ده طلوا سليبنا وسليب ابو اهلنا وسليب ابو اهل السودان في 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 في, في, في الخليج بالذات. اهلنا يا تعرفوا شفت الجزيره ابديل وما اعرف ليك ناس الشمال وشنو بمشوا عندهم ناس الحوص الاوروبي ديل اللي بيقولوا يعني احنا عرب وشنو كده بتاع بمشي بناك بكسر تل للخليج الا الكفيل بتاعه يا كفيل انا عربي وداك ما عربي وشنو. والله I'm not proud، انا ما 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 فخور اني اقول سوداني قدام ديل العرب ديل لانه هنتو سمعت انسان السوداني يقول لك انسان السوداني كريم وشنو بتاع لانه هو داري يجتهد بكل ما عنده انه ياخذ يقول له ده عربي عصي يجتهد بكل ما عنده. تلقى قدام انسان سوداني اخوه زيه ده شين جدا كعب جدا كعب سيء جدا، لكن قدام الكفيل وقدام الخليج العربي ده يظل بيعمل كل ما عنده عشان شنو؟ عشان يثبت نفسه انه هو انسان عربي. هناك هذه دي قاعدين نعاني منها. فإذا ما في أي منطق أنه يا أخي ناس الغرب بموتوا 20 سنة بمجازر من أبناء شمال النيل بيت أبناء شمال النيل أبناء شمال النيل وأنتم ما 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 كنتم مساهمين في حل المشكلة. أنتم ما كنتم مساهمين في حل المشكلة بأي طريقة إن كانت، ما كنتم مساهمين بالعكس أنتم كنتم قاعدين تزيدوا الطين بلة، قاعدين تزيدوا الطين بلة، قاعدين تشجعوا أبنائكم أنه يقتلوا ناس دارفور. ما ليه أنتم السكوت ما رضا؟ ده مثل سوداني معروف وشهير السكوت رضا. في تيل فترات الفاتت أمنا دارفور لما بيموتوا ناس دارفور وأطفال بيطبهوهم وبيحرقوهم بالنار وبيموتوا ليل ونهار انتوا كنتوا ساكتين والسكوت ردة. فإذا ما في أي منطقة اللي تيجي تقول يا ناس دارفور ده الكعبين، بل بالعكس انت الكعب، انت كعب لأنه تيل فترات الفاتت انت كنت مساهم بالقتل، انت كنت مساهم للقتل في دارفور. والمشكلة دي علينا منها كتير، وانتوا لازم تعرفوا ان احنا بعد ندى شنو يا جماعة، ندى حلول، نرى حلول للمشكلة دي. بعد اليوم ما في أي فوضى، أي فوضى لازم تحسم. والحسم هنا أنواع كثيرة يعني، أنواع كثيرة يعني. أنتوا لازم تعرفوا كلمة الحسم هنا كلمة تشمل كمية من المعاني. فما في واحد يجي يقول لنا ناس الشمال دير كانوا معانين زيكم، ناس الشمال دير كانوا محمشين زيكم. لا أنتوا ما كنتوا محمشين زينا، ما في شيء بخليكم تتحمشوا، وما عندكم أي دليل أنه أنتوا كنتوا محمشين.
واحد يجي يقول لك يا اخي يا كامل والله ناس الشمال دول كانوا بيموتوا باغارب. لا 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 انت تموت باغارب، ده مع اهمال. انت ما القى لك سرير نوم يا زول، انت ما القى لك سرير نوم، ما عندك قروش تشتري سرير، ما عندك قروش امشي اعمل لك سرير من خشب نوم فوقه، ما بيجيك اي اقرب تالي. لكن احنا كنا نموت بشنو؟ احنا كنا نموت باربيتي وانتنوف والكلام ده، احنا كنا نموت بالرشاشات وبالدبابات، احنا كنا نبيت ابادات جماعيه. انت كنت لازم تعرف الكلام ده، انه انت تموت بالعقارب ولا اطفالك يموت يغرقوا في النيل. ده انديانا ما تحميش انه الاطفال يغرقوا في النيل، اطفال يغرقوا في النيل. تيجي تقول لي يا اخي اطفال غرقوا في النيل يا كامل، يعني احنا كنا نعاني، عندنا مشكله؟ لا 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 لا، اطفال ده كان تعملوا صيانه للمركب، بس تعملوا صيانات وتجهيز المركب، ما بيجي اي احد، كان بيعدي عادي. ده انديانا ما تحميش، انا عندي تحميشي، وفي انا تحميشي اكتر من كده. في زول بيقتلني، في زول بيقتل راسي، في زول بيجي بيقتلني في محل اللي انا نايم من دون اي اسباب. لو في اسباب الا هو بيقول لي يا اخي انا افضل منك، انت زنجي، ما مفترض تعيش في السودان، انت ما عربي، انت مفترض تكون عربي عشان تعيش في السودان. في زول بيجي بيقتلني بالاسلوب ده، في زول بيجي بيقتلني بالاساليب دي، بيقول لي يا اخي انت لو ده تعيش في السودان ده لازم تبقى عربي زيي عشان تعيش، لو ما عربي ما تعيش. دوت ده شمال النيل ده بتاع حوص الاوروبي ده، الدولة ده عنده والراكب له مكانه بتاعت الاوروبا في راسه ده، بيجي بيقتلني في دارفور بالطريقه دي. وهذا الموضوع ده ماشي، موضوع ده ماشي، هسي موضوع ده ماشي، انت بتاعت عنه يا اخي وهم الاوروبي والكلام ده ماشي. فانت لازم تعرفوا انه نحن ناس دارفور كنا نعاني وستيل نعاني، ستيل نعاني من تنكيل ومن حاجات الفارغه منكم، من عدم قبولكم الحاصل ده. انه يا اخي ناس دارفور بعد 20 سنه، ابناء دارفور بعد 20 سنه جوا بابواب السلام ما قبلتوهم، بالعكس ناسكم طلعوا اولادكم المثقفين والمثقفاتيه، طلعوا وقالوا يا اخي ما اعرف ناس دي شنو، ده احتلوا ما اعرف حديقه الدوليه، واحتلوا خرطوم، ودارين يحتلوا شمال، ان احنا ننفصل. انت تنفصل شنو؟ انا كنت تقتلني وتجزرني وتشرد اهلي، ما انفصلت، انت تنفصل لشنو؟ الدين منتج واحد بيخليك انت تنفصل، انت طالب انفصال، مالك مشكلتك شنو عشان دار تنفصل؟ مشكلتك شنو؟ اديني مشكله واحده بخليك انت تنفصل. فاذا انت ما عندك اي مشكله، ما عندك اي دليل، ما عندك اي منتج انك عشان تنفصل. فده كله عنصريه منكم، ودي كلها شنو؟ دي كلها فوضى منكم. فانتوا لازم تعرفوا انه احنا بعد لازم نحسم الفوضى، لازم نحسم الفوضى. في نقاط تانية كثيره، لكن يا شباب اتمنى انه انا اتمنى اجي اتناقش في لايف تانية، اتمنى اجي اناقش في لايف، اتناقش معاكم في لايف تاني، نعمل لايف تاني في الموضوع ده ونتناقش في نقاط تانية كمان. تحياتي لكم كلكم، اتمنى تكونوا بخير. نعم اولادكم عنصريين وامثال كثيره، مش الصحفي ذاك اللي قاعد في كندا اللي قال يا اخي الناس دي المحتلين، لا كلهم ابناء شمال النيل متفقين، في امريكا متفقين، في الشرق متفقين، في الغرب متفقين، في الشمال متفقين، في اي مكان هم متفقين في حاجه واحده، انه يا اخي ناس الغرب ده ما يجي يسللوا في شنو؟ في الحكم. هم متفقين، هم بيكرهوكم عشان الشغله دي، بس بيكرهوكم انه انت ما تقوا ناس، انتوا تقوا يعني ما تقوا ناس، تقعدوا كده تحتهم ليوم القيامه. هم كده، هم فهموا انه يا اخي انتوا تكونوا داسين عليكم كده ليوم القيامه، ان واحد فيكم يكون عنده قرار في راس الدوله والكلام ده، هم ما بيقبلوا الحته دي. فهم حسوا يا اخي أمنادر كورن حاسي في السلطة ما زي زمان ناس كبر وما أعرف ليك، ناس أبقردة بيجيبون بنفذوا تعليمات الناس، وشنو بيجيبون ديكور وشنو ما أعرف ليك وشنو لا لا لا، حسوا أنه نازل لا عنده قرار بصورة رسمية وصورة حقيقية، ما 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 تطليل ساقط، ما 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 ديكور ساقط زي زمان، حسوا أنه نازل عنده قرار. عشان كده هم زعلانين الحين، زعلانين انه يا اخي الناس ما يبقوا ناس، عشان كده يقول لك دايرين ننفصل. لا تنفصل، ما لك سببك، سبب شنو؟ مشكله شنو؟ مش انفصال ده ما بيجي باسباب، المشكله شنو؟ انت ليه زمان ما قلت يا اخي دايرت تنفصل؟ قلت دايرت تنفصل الليله، السبب شنو؟ السبب اللي بيخليك انه تنفصل الليله شنو؟ الزمان ليه ما انفصلت؟ انت زمان تقتلني، انت زمان ابوك وامك واخيلانك واخوانك بمشي بيقتلوني في دارفور بصوره جماعيه، ما كنت دايرت تنفصل، كنت مبسوط. اولادكم بيقروا في ارقى جامعات في ماليزيا وفي المانيا وفي اوروبا، في كل اوروبا هناك، وفي في 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 استراليا، وفي في امريكا، وفي حتات دي بيقروا في حتات راقية، في الهند وفي اندونيسيا، في حتات راقية بيقروا في ارقى جامعات. ها نحن اطفالنا قاعدين في المعسكرات، مع الاسف شديد واحد لما تدوه ورقه بيضاء ما بيعرف يكتب اسمه. ها انت الليله تيجي تقول لي دارت تنفصل؟ انفصال انت ثمن يا زول، اطفى زمن الانفصال، اطفى زمن الانفصال، وزمن الانفصال ده غالي جدا.
انت لو دفعت ثمن الانفصال انت واخد ده جنيه من الانفصال. فلازم تعرفوا يا اخي ان احنا بنعاني منكم، نعاني منكم بصوره رسميه. تحياتي لكم كلكم، اتمنى تكونوا بخير. السلام عليكم.